خدنا قبل كده اوامر رسم الاوتوكاد. لو تخيلتم ان واحد طلب منه انه يرسم مشروع هندسي، زي ما حضرتك عارفين المشروع الهندسي بيتكون من عدة لوحات، في لوحة محاور وأعمدة، في لوحة معمار الدور الأرضي، معمار الدور الأول، معمار الدور الثاني، إنشاء الدور الأرضي، إنشاء الدور الأول، صحي، كهرباء، وضوء، حاجات زي كده. لو جمعت اللوحات دي تلاقي مجموعها في حدود من 20 ل 30 لوحة. عشان ترسم اللوحات دي بتاخد فيها وقت طويل، مع العلم بأن في خطوط كتيرة جدا متشابهة أو مشتركة فيما بينها. صح؟ زمان بضرب الناس مثال، مهندس اتخرج بعد طول العمر وخرج قعد في البيت مدة من الزمن، وبعدين واحد جاره رأى في حاله فاداله حتة أرض يرسمها له ويبنيها له، إيه؟ فراح مجلس المدينة عشان يطلع رخصة، طلبوا منه قالوا له عايزين 700 لوحة. ايه 700 لوحة دول؟ عايزين لوحة اسمها المحاور والأعمدة، المعرفة. قالوا له عايزين كمان لوحة محاور من غير أعمدة، وأعمدة من غير محاور. في معمار الدور الأرضي، عارف، عايزين منه 20 نسخة زي بعض. قالوا لا، عايزين مرة المعماري بأكر ومرة من غير أكر، ببيبان ومن غير بيبان، بشبابيك من غير شبابيك، ببيبان وشبابيك، ببيبان وشبابيك، وفرش فرش بيبان شبابيك، فرش من غير شبابيك، ببيبان صحي الكهرباء. اشتغل حتى في كل ده طبعا كان كل ده كان المقاصد، انتوا عارفينها طبعا مش عايزين نخوض فيها. ف الراجل ما كذبش الخبر، راح رسم 700 لوحة، أخذ فيها 3 4 سنين. رجع طبعا كان الطقم اتغير اللي في مجلس المدينة، رجع طقم تاني وطبع طلب 700 لوحة. الأخ ده لو ذكي، واحد زميله كان معاه في الكلية رأف بحاله بعد 3 4 سنين من الرسم، فقال له ممكن نعمل حاجة حلوة. قال له إيه؟ قال له هنروح أي مكتبة ونقول لهم عايزين 10 لوح شفافات. عارفين لوح شفافات؟ اه. أبسط. راح جاي على أول لوحة شفافة ورسم المحاور. تاني لوحة شفافة حطها منها ورسم العمدان. تالت لوحة رسم الحيطان، رابع لوحة رسم البيبان، خامس لوحة الشبابيك، ستة لوحة الأوكر، سابع واحدة الفرش، وهكذا. راح اليوم في مجلس المدينة، انتوا نفسكوا عايزين محاور من غير أعمدة ببيبان. راح مجمع اللوحتين وصور. يا عم نفسك في موضوع الشفافات يعتبر هو عصب الاوتوكاد. ان احنا لما بنيجي نرسم اي رسم في الاوتوكاد لازم ترسمها على الشفافات عشان تتيح لي فيما بعد ما يلي. ايه؟ اغير الوان وانواع الخطوط عن بعضها. يعني عايز محاور واعمدة، واخدين بالنا؟ وعايز عمدان، وعايزهم الاثنين في نفس الشفافة، في نفس اللوحة يعني. بس المحاور والاعمدة، المحاور زي ما انتم عارفين بتكون خطوطها خط وشرط، خط وشرط. اما الاعمدة بتكون خطوطها سوليد. صح مش صح؟ ما دام مع ان الاثنين هيظهروا مع بعض ويختلفوا مع بعض، لكن نظرا لان خطوطهم مش زي بعض يبقى لازم يبقوا في اتنين لير او شفافتين مختلفين.
نجيب مسألة مهمة، إن إحنا لما نيجي نرسم في الشفافية، إيه اللي يقول لنا عايزين كام شفافة؟ ما يلي أنواع الخط، سوليد ولا داش ولا سنتر، لون الخط، إظهار وإخفاء. واضح ما تدل؟ واضح تدل؟ عشان أقول إن الحاجات دي ترسم مع بعض في نفس الشفافة لازم يشتركوا في الثلاثة، يكون لهم نفس لون الخط، نفس نوع الخط، نفس الإظهار والإخفاء. واضح؟ إزاي نعمل شفافات؟ عادي خالص، في عندنا أيقونة هي يا جماعة، ليه؟ شايفين الليه دي؟ حد شايفها؟ عبارة عن إيه؟ شفافات فوق بعض، طبقات. واضح يا جماعة؟ شايفينها؟ ليه؟ طبعا للأسف لازم نصغر لأنه ارتكاد من أول 2005 2006 لازم نشتغل على ريزوليوشن عالي. طيب هنيجي ندوس على الأيقونة دي يا جماعة، راح مطلع لي الشاشة. نعم ايه؟ دوس كان دوستين يعني ليه؟ بسم الله. انتوا ماسكوا ممكن ما تظهرش، هندوس هنا. لا جت ماشي، بس الشاشة بتظهر عن كده، الزرار بتاعتي ما بتبانش، ما نعرفش نشتغل. ركزوا معايا، لما دوسنا يا جماعة على أمر اللايرز جاب لي الشاشة بتاعت اللايرز، في شفافة اسمها زيرو موجودة أصلا، ودي اللي احنا عمالين نرسم فيها من أول ما خلق الريمر، لأن ما ينفعش ان يكون تخش على ترابيزه رسم من غير حاجه عليها وترسم على اللوحه، مش لازم يكون في عليها شفافه كده موجوده، صح؟ ودي اسمها اللير زيرو، ودي اللي اي حد مجرد في الاوتوكاد بيرسم عليها. يجوز ان احنا نهملها، مش عايزينها. نبدا نعمل ليرز جديده عادي خالص، هنيجي ندوس انتر، جاب لير جديده اسمها لير 1. يفضل ان يكون اللير اسمها مشابه او يعبر عما بداخلها. يعني الراجل بتاع مجلس المدينه، مجلس المدينه كان راسم لوحه فيها المحال ولوحه فيها الاعمده، وفي جنب كده في كورنر فوق كاتب المحاور الاعمده. لا لا ما كانش عامل كده، كان كاتب فوق اللوحه الاولى، الثاني شاف الاولى، شاف الثاني، شاف الثالث، شاف الرابع، قال له عايز محاور وبيبان. هي المحاور كانت الشفافه رقم كام؟ صح؟ لكن لو هو لو جنب كاتب محاور اعمده حوايط، صح؟ يعرف بسهوله يجيبهم ما يعرفش. يعني تعالوا نسمي كده، نسمي اللاير دي وول، كمان انتر، اكسس دورز. نعم في لير دور ويندو الكتريكال. عشان اغير الاسم، اما ان انا ادوس عليه كده دوستين بس ببطء شويه، او دوس اف 2. كيف تو ماشي يا جماعه؟ جميل جدا، يبقى عرفنا يا جماعه ازاي نوصف لايرز. تعالوا نغير الكالرز بتاعتها، اكسس نخليها حمراء، وولز نخليها زرقاء، نخليها شويه، الدور نخليها برتقالي، الويندو الى اخضر، الكتريكال لامبر. يبقى انا كده ايه؟
دي مش لون الخلفية، دي لون الخطوط. لا الخلفية دي قصة تانية هنقولها قدام. طيب يبقى عرفنا ازاي نغير الكار. يبقى عشان اضيف لير بدوس انتر بيجيب لير جديدة اعدل اسمها لو عايز. الكالر بدوس قدام كل لير الكالر بتاعه اغيره. في اللاين تايب نوع الخط، باجي هنا ادوس للاسف موجود عنده خط واحد اسمه كونتينوس، بعمل له لود، حمل خطوط اخرى. ادي الخطوط اللي عنده هي يا جماعه اشهر كتير جدا. تعال نشتغل بالاسماء احسن. في لير اسمها سنتر وسنتر 2. سنتر ده مثلا اوكي، ممكن نعمل لود لواحد تاني اللي هو داشت مثلا. نعملنا فبعد ايه اعمل لود اوكي. طبعا بعد ما حملت بقى متاح ليك ثلاث خطوط. هنقول ان السنتر عايزينها سنتر، الاكس عايزينها سنتر، الهول هنسيبها كونتينوس. هنفترض ان الدور هنعملها داش مش كده، والويندو هنخليها برضو سنتر، والالكتريكال هنسيبه كونتينوس. وصلت؟ يبقى انا حملت خطوط واخترت منها، وتحميل الخطوط بيتم مره واحده بس. في حاجه اسمها لاين ويت، ان كان يعني ممكن تسيبها انك عايز تخن خط او ترفعه. لا انتخن خط يعني تسيب خط تخين خط الفايع، هنسيب كله على الديفولت وهنقول له اوكي. تعالوا نرسم امر لاين بالزي خطوط يا جماعه بالسود. انا عايز اكتب بقى هو بيرسم. ما ده السؤال دلوقتي، هو عمال يرسم باللير اللي فوق الوش. يعني انت جيت على لوحه رسم وحطيت خمس شفافين، لما تيجي ترسم على اللوحه اللي على الشفه دي اللي فوق الوش، افرض عايز الشيرت شفافه طالعه فوق الوش، سهله جدا. اجي من هنا يا جماعه واختار شفافه اكسس بتيل فوق الوش، اجيب امر لاين، اجيب امر لاين وارسم. يعني الشفافه الثانيه موجوده تحت لسه، يعني شيرت شفافه طالعه فوق الوش. هل الشفافه الاوليه كنت راسم عليها خلاص ماتت ولا بينالي؟ بينالي. نفس القصة، عايز اجيب الدور وامر سيركل ارسم دايرة. دايرة داش، ده حد واخد باله؟ ماشي يا جماعة؟ جميل. عايزين نجيب وول ونرسم كيرف. انا مش فيه في الرسم في خط بيبقى مثلا ايه على نفس الشفاف، خط داجي خط لا الاوتوكاد يكون اللير الواحده عليها نفس نوع الخط. لو هما لهم نوعين خط يعني تسمي دي شمال دي شفافه. يعني انت مثلا لو على الدور، في بعض الدورز مثلا زي اللي هو الجرار ده بتعمل مثلا داش، في باب تاني عاديه بتعمل سولت. اعملهم تو لايرز، اعملهم تو لايرز. طبعا ينفع ناخدهم على نفس اللير ولا لا، ولكن ده يعني خطا فني في الاوتوكاد. ماشي؟ في ناس كتيره جدا جدا اللي بيسووا اوتوكاد بيعملوا كده في اللي بتقولها دي، بس ده خطا فني وهيوضح لك قدام اللي ايه عواقب الوخيمه للحركه دي. ماشي؟ يبقى انا باجي اختار يا جماعه اللير، ادوس عليها تطلع لي في الوش. طلعت لي في الوش معناها انا كان بيجي ترسم هيرسم ايه؟ بيها. جميل. بعد ما رسمت اكتشفت ان اللون الاخضر ده لون مش ظريف. عادي ادخل هنا على اللير بتاعت الويندو واغير اللون بتاعها اخليه اخضر غامق. اوكي اوكي. راح الراجل اوتوماتيك مغير لون الخط. ايه دي؟ انا هوريك بالاحسن. اكتشفت ان المفروض ان الويندو تبقى سوليد او داشت وانا عاملها سنتر عادي. تدخل سيادتك هنا تغير الى داشت ايه ايه، راح مغير لنا نوع الخط. لا ده باشمهندس بتقول ان كده اللوحه بقت مكلكعه. عادي ممكن نجي جنب اي لير واطفي اللمبه اللي جنبيها كاني بخفيها. شوف دور كده اخفيه، شفت اللي حصل؟ مش ضاع، مش باين بس
لو قيت اللمبة مرة تانية يظهر لك مرة تانية. اهي اوه ادوس عليها تاني. في عنده حاجة اسمها الكرنت لير اللي هي شايف فوق الوش. شايف ايه يا جماعة؟ فوق الوش. فانت هنا شايف الفلوش هي زيرو. يبقى لو جيت مثلا دلوقتي ارسم بلير مين؟ زيرو. لو جيت هنا دوست على ويند بقت مين فوق الوش؟ الويند. لو جيت دلوقتي ارسم بمين؟ بعد اخفي الباقي كله اهو، خلينا دول كلهم هم شايف سرد الموضوع بس. ماشي يا جماعه؟ ممكن اظهر بعض الشبكات. قلت لك لو حد جه حب يطفي الشفافه اللي فوق الوش يديله رساله تحذيريه. ذا كارنت لاير از تيرنينج اوف. ايه المشكله؟ ان الكارنت لاير تيرنينج اوف عادي، يعني مش حد طبعا. تخيل واحد بيرسم على شفافه بحبر سري. يجيب امر لاين بص 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 عمال يرسم. لكن الاوتوكاد باظ. يقول لك الاوتوكاد باظ عندي. تعال نشوف بقى لما نظهر ايه اللي هيحصل. هتلاقي في شفافه. يبقى الراجل كان له حق ولا ملوش حق يديك الرساله التحذيريه؟ ليه حق؟ لان صعب جدا نادرا ان واحد ياخد شفايف فول وش. لان دي شفايف اللي بتستخدمها في الايه؟ في الرسم. واضح يا جماعه؟ دي كده بسرعه الليرز وامكانيه ان انا اغير واحط واشيل واخفي واظهر. تعالوا ناخد بقى دلوقتي هنجيب امر اريز ونقول له اول. هنا في حته مهمه عايزين نرسم بيت اربع اوض مش عارف خدناها قبل كده ما خدناهوش. عادي ممكن تدخل جوه الليرز وتمسح اللي انت عايزه. تعمل ديليت للير دي مثلا ديليت كلير اي نفس الفكره. ايه؟ وممكن تمسح الزيرو مش مشكله بس في الاخر اهم حاجه في الاخر يكون عندك لير واحده موجوده. طبعا لو في لير راسم فيها مش ما ينفعش تتمسح. لير مرسوم فيها مش ينفع تتمسح. عايزين نرسم بيت اربع غرف ابعاده افقيه 400 سم 500 سم والراس 300 400 3 سم و 4 سم 3 متر و 4 متر 4 متر و 5 متر خدناها قبل كده 4 متر و 5 متر و 3 متر و 4 متر افق وراس. فالصح ان انا اعمل ركزوا معايا عايزين نشتغل صح هنجيب امر اكسس ونروح راسم محور راسي كده ادوس اف 8 بدي كده محور راس وارسم محور اخر افقي مظبوط عن طريق امر اوبست اقول له عايزين مسافه توازي 600 وكمان اخرج وادخل تاني عشان يسالني مسافه التوازي اقول له 500 اخرج وادخل تاني واقول له 400 اخرج وادخل تاني اقول له 250 واضح؟ يبقى اول حاجه رسمت المحاور بتاعتي سمك الحيطه نتخيل ان هي 30 سم عايزين نرسم الحيطه من الاكسس امر ايه؟ امر ايه يا جماعه؟ اوبسيت بمسافه توازي كام؟ 0.15 اللي هي بقى 15 سم قياسي بقى احنا شغالين بالسم دلوقتي 15 سم ماشي هنيجي ناخد ده كده ونديله موازي شمال وموازي يمين موازي شمال كويس ممتاز في باشمهندسين قالوا في غلطه في تفكيرناها ان احنا نغير الليير هنا نخليها مين؟ وول صح؟ ونجيب امر اوبسيت هيحصل حاجه غريبه دلوقتي هنشوفها نديله مسافه توازي 15 ونيجي نعمل موازي نفس القصه الموازي لحظه
خد بالكم بقى، كان في عندي كرسي خشب وجبت راجل في راس بره قلت له اسمع تنقل الكرسي خشب ده ارجعه ورا، ينفع ان اجيب ارجعه ورا ارجعه ورا يتحول يبقى جلد ولا ده خشب زي ما هو؟ صح صح. جيت انسخ كرسي خشب يطلع خشب زي ما هو. ودي قاعده مهمه، ان اوامر موديفاي تتبع اللير الاصليه التي فيها العناصر بغض النظر عن الكرنت لير. انت واقف في اللير 1 بس بتعمل كوبي لعناصر اصلا في اللير بتاعت اكس تلحق اكس، اوبست لعناصر اصلا في اكس تلحق اكس. اول معلومه دي ثاني، اوامر موديفاي كلها روتيت موف كوبي اري اي حاجه بتاخدها من الكلام ده شامفر والكلام ده يتبع اللير الاصليه التي كانت فيها العاصر بغض النظر عن اللير الحالي. طب انا دلوقتي واقع في مأزق، ان الحوادث دلوقتي طلعت لي باللير بتاعت مين؟ بتاعت وو بتاعت اكس، عايز اقول عادي ممكن تنقل الاوبجكت من لير للير. تعال ندوس عليه كده نلاقي جاب لي فوق لير مين؟ اكس. اتفضل انا اصلا واقف في مين؟ فوق. لما دوست هنا كده بيقول لك ان دي مرسومه في اللير بتاعت اكس. لو جيت هنا واخترت وول وديها لي في اللير بتاعت مين؟ بتاعت وول. بالظبط. ومش لازم تغيرها للكرنت لير، يعني ممكن واحد يختار دي كده ويوديها في اللير ويندو. مش كده خالص. فاهمين القصه؟ فانت بتختار الاوبجكت وتوديه في اللير اللي انت عايزها وليكن وول. طبعا ممكن نعمل ايه بقى؟ نختار دي ودي ودي ودي، يعني نعمل كده 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 يجوز. وممكن انا اعمل خط واحد بس بسم الله الرحمن الرحيم نقيم فيو تول بارز لحظة في حاجة اسمها ستاندر تول بارز ستاندر ماشي. فهو مش بزار ستاندر ليه؟ دكتور لو في طريقة نعم مش سام لو قلنا اللي هي اللي هي الاكسس طيب قفلت الاكس اهو يا باشمهندس شال الاكس هو ما يفهمش دي حوايط هو يفهم ان دي منسوخه من اكس من لير اكس عطف لير اكس حدد كله ونشيل محاور لا انا دي المعلومه اللي انا بقولها انت لما جيت تعمل كوبي او جيت تعمل اوبس او تيجي باي امر هو متبرمج على انك بتنسخ الكورس يعمل لك زي الكورس الارض بغض النظر انت واقف فين. فهمت؟ حط في الاكس ماشي يا جماعه؟ لا لا عايز بس اوديكم بسم الله الرحمن الرحيم المفروض في لير في في الستاندر الستاندر اهي ماشي السند اللي هي فيها سيف والكلام ده فيها امر هنا يا جماعه اللي هو ماتش بروبرتيز زي الفرشه اللي بتاعت الوورد وال واخدين بالنا؟ تعالى نشغلها كده ادي السورس اهو ونشار على ده كده ده كده ده كده حد عارف الفرشه؟ اللي في الوورد والاكسل وال تنسخ نفس الستايل يبقى انا عملت ايه؟ اقول تاني؟ بتحول يعني انت لو دلوقتي قفلت الاكسس سيب لك الحوادث تقدر بقى دلوقتي الامر شانفر او بلاش شانفر امر تريم العجيب وانتر على الفاضي فاكرين الكلام ده؟ وفلت كريم فلت فهمت قصدي؟ فينس اللي هو ممكن يمسح لنا
كل المثل. الآن نظهر الأكسس للشكل الصريح بتاعنا عامل في الموضوع الليرز، في الموضوع الليرز وازاي نرسم بيها وننقل من الليرز للليرز. الرسمة دي الليرز لا الليرز ده خلص تاني خالص أقولك عليها بس دي في الآخر خالص. ممكن تقضى عليها الليرز؟ لا مش هحط عند فيلم تاني أقولك عليها. ركزوا معايا اسمعوا. في الحقيقة وفي الواقع إن الناس دي لو لوحة كبيرة شوية هتاخد مننا وقت طويل، خاصة لو الحتة مش سمكتها 30 سم سمكتها 15 سم عينها هتروح صح؟ عشان تنقي هتغلط وترن شق وحاجات صعبة. لذلك في عندنا امر مخصوص بيعمل هذه القصه. هنحفظ الرسمه بتاعتنا دي سيف نسميها تيست 1 مثلا ونعمله فايل سيف از نسميها تيست 2. نجيب امر اريز هجيب امر هخفي الوولز وغلب بقى خد بالك انت واقع في مشكلة. لا مش مشكلة مش هرسم مش هرسم انا قلت كده نفسي يعني. لا انا كنت عايز اعمل العكس، انا كنت عايز اخفي الاكسس واصل الوول عشان امسح الوول. بتعبنا فيها. طب امال بقى يعني خد بالك موضوع ان انا اعمل اوبست نص الحيطة ونص الحيطة متعبة، وانا بتوع تنقيها وتوديها في الليار تانية متعبة، بتوع تنظف متعبة. في امر خطير في قائمة الدرور، ودي الميزة الخطيرة في الاولانية، مادام في قائمة الدرور يبقى يترسم بالكرنت لاير صح. امر اسمه مالتي لاين، امر بيرسم خطوط كان زمان في فيرجن 12 اسمه دبل لاين دلوقتي اسمه مالتي لاين، بيرسم لك خمس خطوط مع بعض. يعني الواحد عايز يرسم طريق 10 حارات يرسم لي 10 خطوط مع بعض، تقعد ترسم الطريق زي ما انت عايز. واضحه؟ تعال نشوف امر مالتي لاين كده يا باشمهندس. بيسالني تحت على كذا حاجه ركزوا معايا فيها. نبص تحت جاستيفيكيشن توب، جاستيفيكيشن توب لازم نحط. انت دلوقتي هترسم خط مثلا مزدوج صح مش صح؟ بس انت بالماوس هتدوس كليك عند النقط، النقطه اللي هتدوس عليها كليك دي اين موقعها من الخط المزدوج؟ على الخط العلوي ولا على الخط السفلي ولا في المنتصف ولا متزحزحه شويه؟ دي اللي هي الجاستيفيكيشن. تاني دلوقتي هنرسم خط مزدوج مثلا او سريع. الخط المزدوج ده انت دلوقتي بالماوس هتدوس كليك هنا وكليك هنا طول وصل لنا. فالنقطه اللي انت بتدخلها بالماوس دي واقعه فين؟ على الخط العلوي على الخط السفلي ولا في المنتصف؟ حسب المزاج. دي اللي هي جاستيفيكيشن. السكيل اللي هو عرض الخط، انت عايز حته قد ايه؟ 30 سم ولا 25 حسب انت عايز. الستايل اللي هو ستاندر اللي هو المالتي لاين، في عنده ستايلز اخرى عايزين الناس تنتفخ مع بعض 4 5 6. تعالوا نيجي هنا تحت ونكتب له حرف الجي عشان اغير الجاستيفيكيشن. جي تحت ماشي. قال لي انت عايز تركز نوعها ايه؟ توب ولا زيرو ولا بوتوم؟ اقول له زيرو. فالجاستيفيكيشن اتعدلت بقت زيرو. واضح الكلام؟ اس عشان عايز اغير في السكيل.
اي سكيل 20 سم ولا عايز 25؟ مين اللي زيرو؟ زيرو يعني في النص، يعني زيرو دي يعني البوينت اللي انا خدته بدي السنتر وارسم عليه. تعال ارسم لكم كده في جنب، بصوا حد واخد باله النقطه اللي دخلها واقع فين؟ في المنتصف، مش واخدين بالنا. لا شنطر ولا ترم؟ هنكمل الاول ماشي يا جماعه؟ كل حاجه ليها حاجه. ايه؟ على ايه؟ على الرسم. تعالوا بقى في الرسم بتاعتنا من قائمه درو مالتي لاين، كان له ايقونه مش عارف راحت فين، ممكن نبقى نضيفها وكانوا بقول لكم عليها. مالتي لاين الجستيفيكيشن زيرو ايه؟ للسكيل ب 25 ماشي، هنشغل اف 3 عارفين الفرق ده؟ بتاع الالتقاط. مش هنسألك برضه تعوز تلم في الحتة دي. تعالى نخفي الاكسس كده. صح. تعالى نجيب امر تريم وانتر على الفاضي ونشيل. مش راضي يشيل. لان في مشكلة في المالتي لاين. ركز معايا فيه. بيعمل خطين ماسكين بعض. وبصوا الخط ده عامل ازاي؟ كله ماسك بعض. واضحة؟ كان في خيار قدامنا في امر ما كنت، لا كان في امر، لا حتى لو كنت دقيق، ما انا كنت هنا دقيق ووصلت لغايه الوش، انا عايز افتح الحته دي. في قدامنا خيارين، في خيار بالطريقه البلدي ان انا احول المالتي لاين للاين عن طريق امر اسمه اكسبلود، وكان منظره هنا بس لما صغرنا الشاشه مش موجود، اللي هو عامل زي ما يكون قنبله. اكسبلود معناه يفجر. اكسبلود معناه يفجر. اكسبلود وظيفته انه بيحول الحاجات المجمعه الى عناصر مفككه. فانت بص شوف، شايف ده عامل ازاي؟ ماسك بعضه. شايف الخطين دول عاملين ازاي؟ ماسكين بعضهم. لما نجيب امر اكسبلود سيلكت اوبجيكتس هما وانتر، تحول الى كل خط بذاته، تقدر تجيب امر تريم وتقعد تشيل زي ما انت عايز. ولكن هذا الخيار ليس بالخيار الامثل، لانهم عملوا لنا في قائمه موديفاي اوبجكت مالتي لاين. Modify Object Multiline يجيب لك أشكال التقاطعات التي قد تدور في خلدك، يعني في ذهنك. يعني أنا عندي تقاطع حرف تي، اختار الراجل ده والراجل ده، إذا ضفت التقاطع ده والتقاطع ده، بس خد بالكم نختار الفرع وبعدين الرئيسي، نختارش الرئيس وبعدين الفرعي، نختار فرعي رئيسي. وصلت؟ تاني مش هيشتغل. يعني اخترت الرئيس اهو بعدين الفرع ما يشتغلش. هو مظبط يعني الناس كتر لا اله الا الله. يعني كده واحد اداك قلم حبر وقال لك ترسم بيه بطريقه فطر، وليه يعني برسم بيه بالمقلوب؟ ايه المشكله يعني برسم بيه بالمقلوب؟ هو الراجل بيختار الفرع بعدين الرئيس. طيب عارف الجواب تاني، في عندي كروس اوبن كروس، تختار ده او ده، تروح مفتحهم لك وتيجي سيادتك تجيب الاكسس تظهر. بالطريقه دي
لا لا هي دي اسهل حاجه. بالطريقه دي ممكن اي لوحه نرسمها في وقت اقل من دقيقتين. تعالوا نجيب لوحة جديدة. تعالوا نجيب لوحة جديدة. كليك يمين باك جراوند. كليك يمين اوبشنز. كولر. شو رايك نختار اسود؟ لو جبت رسمه جديده او خطوه بنعملها في اي مساله يا جماعه نعمل اللايرز بتاعتي. خلاص يا جماعه F2 اكسس لير جديدة. في حاجات كتير جدا هقول لكم عليها بس بعدين. عايزين بس ناخد الحاجات اللي تمشي بها ايديكم. الاكس هنخليها بالاحمر. ودي هنخليها بالازرق. في بعض الوان طبعا. نعمل لود للسنتر. لا كل لوحه نعمل لها لود. اوريكم قدام ازاي ان احنا نثبت كل حاجه. بصوا بقى ركزوا معايا. في الغالب بنجيب اكسس. ركزوا بقى يا رفعته. ممكن تركزوا معايا. كونسين تركزوا معايا. بنجيب امر لاين واعمل لاين افقي تماما ولاين راسي تماما. ماشي يا جماعة؟ عن طريق أمر أوفست ده بتعمل موازيات. انتر 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 عشان اغير مسافه التوازي. بدوس انترين. انتر عشان يخرجني من الامر وانتر تاني يدخلني في الامر مره ثانيه. ايه؟ بس هم اهم حاجه هم استخدموها قبل كده. اهم حاجه تكون مستخدمه قبل كده. في الغالب بقى بنرسم المحاور بنعمل حاجه ظريفه جدا. باجي اخد اوبست مثلا وليكن 150 سنتي او ملي واخد موازي هنا بره. علشان بس لا اشيل الزيت عشان بالمنظر جميل. ما يبقاش من حد كتير وحد قليل. ماشي يا جماعه؟ تاني المحاور بتاعتك هي اللي جوه. فجيت على المحاور الخارجيه خدت لها موازي من جميع الجهات قد بعض وهبدا امسح الخارجي اما بامر تريم ودلوقتي امسح بقى الايه؟ الاثنين الخارجيين دول. ماشي يا جماعه؟ كان في امر اسمه كوكي كتر تريم. الله اعلم شالوه. كان زمان في امر اسمه كوكي كتر تريم.
بيعمل القصة دي تختار الخط تقول له شيل الناحية دي شوف شغلك شيل الناحية دي شيل الناحية دي كان أمر ظريف بس مش عارفه كيف هنجيب أمر وول وعن طريق من قائمة درو مالتي لاين هنظبط الجاستيفيكيشن الجي بتاعتنا بزيرو وهنظبط السكيل ب 12 سنتي حز صغير عم يعني ده بيت طرق بقى ايه ازا تخفي الاكسس طبعا انت شايفت قطعات شايفت قطعات عاملة ازاي عادي خالص بقى هعيش مع نفسي اروح جايب من قائمة modify object multi line اختار open t فرعي رئيسي ويفضل تشاهد القطعات الخارجية الاول وبعدين تطلع الداخل لا عشان ما يبوظش من ساعات كان لما تيجي تشتغل الداخل على الخارجي روح نبوظ الخارجي فرعي رئيسي يا ابني يعني حرف التي في حاجة ماشية على طول وحاجة داخلة عليها صح اللي ماشي على طول اسمه رئيسي مين داخل اسمه فرع ما فيش فيها يعني قولين اظهر الاكس بتاعتنا ادي رسمة البيت بتاعنا يا جماعة ان شاء الله المرة الجاية نتعلم ازاي نحط جبال شبابيك فرش عمدان تهشير كل الحاجات دي كلها نتعلمها ان شاء الله المرة ده هو بتاع التهشير هو الكتاب بتاع التهشير ادالكم دلوقتي عشان تروحوا البيت تعملوها هنعمل لير جديده نحط فيها التهشير هنسميها مثلا هنسميها فلور ابيض عايزين نيجي في الحمام ده مثلا ونحط فيه سيراميك هنجيب نغير اللير بتاعتها نخليها برتقاني مثلا ونيجي من قائمة درو هاتش يقول لي بيك بوينت اختار المنطقة المغلقة اللي انت عايز تهشر ماشي ايه يعني ممكن يكون عايز اهشر منطقتين لكن هشر بس المنطقة المغلقة انت حسب ما تعوز مش مشكلة الباترن بقى في عندنا حاجة اسمها predefined user defined خلينا في الباترن ندوس هنا يجيب لك اشكال التهشير اللي عندك عايز البدايه دي قبل كده بص البدايه اللي احنا قاعدين فيها يوم اللي هي بتاعه الشركه وفي الهاني ولينا واسع منها البيضاوه جبنا من شلل والنجوم اللي جوه في بقى هنا في خطوط عايز تعمل خطوط تشير خطوط تشير عاديه سواء كده او كده لا خطوط ها؟ هنقول له اوكي ونقول له بريفيو وريني المنظر على حد صغيره قوي عادي ممكن ارجع تاني واغير السكيل نقول له خليها 10
ريفيو 10 ولا خلا 5 لا اطلاق تبع زي ما هي كده تيبيكال نعم ما انت عشان اخترت المنطقة دي من قلت راجل بيهشر منطقة مغلقة لو كنت عايز تهشر الاثنين كان المفروض تيجي سيادتك في البيك بوينت هنا كده وتختار دي كمان معاك اي خط في الدنيا وصلت انا كده غلطان لاني بهشر وانا واقف جولير وول جولير فلور عشان لما يجي يقول لي عايزها من غير تهشير او بتهشير فاهمني ممكن تختاري بالتاني في سيلكت اوبجكتس بس حضرتك في حاجه اسمها سيلكت اوبجكتس في عن طريقتين انك تختاري ببوينت او تختار بسيلكت اوبجكتس ماشي موافق قول له اوكي لا في كمان انجل اوكي خدوا بالكم الخطوط دي كلها ماسكه بعض افرض عايز امسح خطين ثلاثه منهم لازم اكسبلود الاول افجرها الاول ما انت لما تفجرها مش تحصل حاجه يعني لما جيت فجرت اهو زي ما هي بس لما تجيب امر اريز بقى زمان يعمل الاول ما جاش لا ما هو لو عايز مجيش التشير من الباب الاول بعدين هشر اي ما هو انت تحط الباب مهربه هيخليها منطقه مغلقه بس منطقه الباب شيء بخيط هبرر لكم المره الجايه ان شاء الله فين امر اكسلود بيعمل ايه؟ هيحول الحاجات اللي ماسكه بعضها الى حاجات مفرغه كلام ظريف ولا مش ظريف؟ ظريف يا جماعه؟ كنت بتعملوا ايه ده؟ انا بجيب مشروع انا ازاي كان ده 10 مش عايز التليفون في ايدك ايوه انا كنت بتاع الكمبيوتر والله ممكن انا في الاجازه في الصيف ليه السلام عليكم رحتوا لسه انا كنت زيرو طوح انزيرو نتكلم سوا فانا جاي عليكم دلوقتي انزيرو ده ولا في حاجة عندك؟ في حاجة عندك؟ طيب ماشي طب.